شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله سبحانه وتعالى حول الموقع الذي تبوأه الإمام الصادق ونتناول هذا البحث في ضمن دوائر أربع. الدائرة الأولى موقع الإمام الصادق في الدائرة المذهبية. ثانيا موقع الإمام الصادق في الدائرة الإسلامية. ثالثا موقع الإمام الصادق في الدائرة الإنسانية. ورابعا موقع الإمام الصادق في الدائرة الكونية. أولا موقع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الدائرة المذهبية. في هذه الدائرة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يمثل إماما معصوما مفترض الطاعة. في هذه الصفة الإمام الصادق يشترك مع بقية أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولكن مضافا إلى هذا الموقع، موقع أنه إمام وأنه معصوم وأنه مفترض الطاعة على جميع الخلائق، مضافا إلى ذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمتاز بميزة، وهذه الميزة تعود إلى الظروف التي عاشها الإمام
والأوضاع التي عاصرها الإمام، والحكومات التي كان يعيش الإمام في عهدها. وهذا الموقع الذي أتاحته الظروف للإمام الصادق ضمن الدائرة الأولى هو موقع التشييد للمذهب الإمامي، ولذلك انطلاقا من هذا الموقع يقال للشيعة، يقال لهم الجعفرية. لا بأس أن أشير هنا إلى ملاحظة، وهذه الملاحظة قد تختلط على الكثيرين، وهي أن الإمام الصادق صلوات الله عليه ما كان له دور التأسيس للمذهب الجعفري، وإنما كان له دور التشييد. وهنالك فرق كبير بين التأسيس والتشييد. هنالك بعض المؤرخين وبعض الأفراد يتصورون أن الإمام الصادق هو الذي كون وأسس المذهب الجعفري. هذا مو صحيح. هذا المنطق يصطدم مع الواقعية التاريخية، ويصطدم مع الواقعية الروائية. الواقعية التاريخية والواقعية الروائية تدلان على أن الذي أسس المذهب الإمامي، المذهب الشيعي، هو شخص رسول الله. وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة لم ترد في كتب الشيعة فقط، وإنما وردت حتى في كتب الآخرين. لاحظوا مثلا كتاب الدر المنثور، هذا كتاب في التفسير لأحد كبار علمائهم، ويقال له السيوطي، عالم معروف، وكتابه إلى الآن يدرس في الحوزات العلمية السنية والشيعية. حتى الآن إذا تروحون إلى قوم، كتاب السيوطي عنده كتاب البهجة المرضية، يدرس في قوم ويدرس في الحوزات السنية أيضا. هذا العالم الكبير في كتابه الدر المنثور يروي هذه الرواية، يقول: في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله جالسا مع جماعة من أصحابه، أو مع بعض أصحابه، وإذا بعلي صلوات الله عليه يقبل، فأشار النبي إليه وقال: إن هذا وشيعته لهم الفائزون. الله أكبر.
فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، في سورة البينة، راجعوا الدر المنثور. في عهد النبي صلى الله عليه وآله، هذا ذكره المؤرخون، كان هنالك جماعة يقال لهم شيعة علي. كان هنالك في عهد النبي صلى الله عليه وآله جماعة معروفين بأن هؤلاء شيعة علي، منهم سلمان، منهم أبو ذر، منهم المقداد، منهم عمار، يعني جماعة متميزة. كان المنافقين كان لهم جماعة، الكفار لهم جماعة، فلان له جماعة، وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه كانت له جماعة، كانوا يعرفون بالشيعة علي. فإذا في الواقع الإمام الصادق صلوات الله عليه ما كان له دور التأسيس، التأسيس قام به رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الظروف أتاحت للإمام دور التشييد، يعني مثل عمارة مبنية ولكن تحتاج إلى تشييد. التشيع كان يحتاج إلى توضيح المعالم، كان يحتاج إلى التبيين. الحكام الظالمين ما تركوا أهل البيت صلوات الله عليهم يبينون كما ينبغي أحكام الله، معالم دين الله. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: إنها هنا لعلما جما، ولكن الظروف ما أمكنت، ما أتاحت. إلى أن جاء عهد الإمام الباقر، ثم عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه بصورة أخص. الإمام بيّن معالم دين الله، بيّن معالم التشيع. ولذلك أنتم الآن إذا تشوفون المعاجم الروائية، الموسوعات الروائية، في أي باب، في باب العقائد، في باب الأحكام، في باب الأخلاق، لعله تجدون أن أغلب الروايات مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. هنالك أحد الرواة يقال له جابر الجعفي. المرحوم السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه ألف موسوعة في حياة الإمام الصادق وفي أحاديث الإمام الصادق، في حدود علمي إلى الآن طبع من هذه الموسوعة 15 مجلد، وتحتوي هذه المجلدات 15 على حوالي 10,000 رواية من روايات الإمام الصادق، 10,000 رواية من روايات الإمام الصادق تقريبا، جمعها المرحوم في 15 مجلد. راوي واحد من الرواة، من أعاظم الرواة، من أجلاء الرواة، هذا ذكره الكشي في كتابه،
راوي واحد وهو جابر الجعفي روى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه 90,000 رواية، يعني كم مجلد يكون؟ يكون حوالي 135 مجلد راوي واحد. هذه الثروة العظيمة. زرارة كم روى عن الإمام الصادق؟ زرارة كان من علماء المخالفين، كان مخالفا وكان عالما، ثم إنصافه هداه إلى مذهب أهل البيت. فكان يجي أمام الإمام الصادق صلوات الله عليه ويجلس ويسأل سؤال العالم. إذا تلاحظون روايات زرارة روايات دقيقة تدل على علم غزير ودقة مفرطة. كان يجلس أمام الإمام صلوات الله عليه ويسأله بدقة. الآن بعد 1400 عام العلماء يجلسون ويحللون كلمات زرارة، أنه شنو كان مقصود بهذه الكلمة. زرارة روى، محمد بن مسلم روى، جابر الجعفي روى، وكثير من الرواة. ابن عقدة كما يذكرون في علم الرجال جمع 4,000، هاي حقيقة عجيبة هذه الجملة، جمع في كتابه أسماء 4,000 راوي عن الإمام، وكل هؤلاء الرواة من الثقات. يعني هذا العدد ليس عدد تلاميذ الإمام، تلاميذ الإمام أكثر من ذلك، الثقات من تلاميذ الإمام كما يقول ابن عقدة وكما يقول الشيخ المفيد رحمة الله عليه. 4,000 راوي مذكورون بأسمائهم. هذا هو الموقع الأول، موقع الإمام الصادق صلوات الله عليه في الدائرة المذهبية. وهذا الموقع هو موقع التشييد للمذهب الإمامي الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا، موقع الإمام الصادق في الدائرة الإسلامية. الإمام الصادق صلوات الله عليه له حق عظيم على كل المذاهب الإسلامية في الدائرة الثانية، وإن جهلوا هذا الحق وإن غمطوا هذا الحق كثير منهم. هنالك أفراد منصفون، ولكن الأكثرية جهلوا أو تجاهلوا هذا الحق. الإمام الصادق صلوات الله عليه يشكل المنبع الأساسي الذي استقت منه جميع المذاهب الإسلامية. الأستاذ له حق كبير. الأستاذ قد يكون خطيبا، في يوم من الأيام جلسنا تحت منبره واستفدنا منه مسألة واحدة، هذا له حق عظيم.
الشيخ حبيب الله الرشتي، هذا عالم معروف من كبار أساطين الفقه والأصول، توفي قبل حوالي 110 أعوام تقريبا وفاة هذا العالم. وهذا ما يختص بالشيخ حبيب الله الرشدي، لا، هذه ظاهرة إنسانية حقيقة. في يوم من الأيام كان له أستاذ، وهذا الأستاذ مات وراح ونسي، ولكن الشيخ حبيب الله الرشدي ما كان ينسى أستاذه. في كل يوم كان يذهب إلى الدرس، أول كان يتوضأ، كاتبين في أحواله إنه كان دائم الوضوء، كان يتوضأ، ثم يخرج من البيت وهو يتلو سورة ياسين، ثم يذهب قبل شروعه بالبحث إلى قبر شخص كان أستاذه في يوم من الأيام، وهو الشيخ مرتضى الأنصاري، ويختم سورة ياسين عند قبره، ويهدي ثواب هذه السورة إلى روح أستاذه، لأنه يوم من الأيام كان أستاذ. هذا هو الوفاء للأستاذ، الوفاء للأب، الوفاء للأم، الوفاء للأجداد والجدات، كلهم لهم حق، واحد ينساهم. وفاء الإمام الصادق صلوات الله عليه هو المنبع الأكبر الذي استقت منه جميع المذاهب الإسلامية. هذا الشيء اللي عندهم، هذا المقدار الذي عندهم، هذا كل معتمد على الإمام الصادق، هو أستاذهم جميعا. ولكن هل تجدون للإمام الصادق ذكرا؟ أبو حنيفة أستاذ المذهب الحنفي كان تلميذا للإمام الصادق. البنية العلمية، الكيان العلمي اللي لأبو حنيفة، هذا كله ما أخذ من الإمام الصادق. وهو كان يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. النعمان اسم أبو حنيفة. سنتين تتلمذ عند الإمام الصادق، هذه البنية العلمية بالمقدار اللي عنده كلها اكتسبها في تلك السنة. هذا أبو حنيفة. مالك تلميذ أبو حنيفة. الشافعي تلميذ مالك. أحمد ابن حنبل تلميذ الشافعي. أحمد ابن حنبل تلميذ الشافعي. الشافعي تلميذ مالك. مالك تلميذ أبو حنيفة. أبو حنيفة تلميذ الإمام الصادق صلوات الله عليه. فكل المذاهب الأربعة الموجودة الآن، الحنفية، الشافعية، الحنبلية، المالكية، كلها تدين بالفضل للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الموقع
الثاني. الموقع الأول موقع الإمام في الدائرة المذهبية. الموقع الثاني موقع الإمام في الدائرة الإسلامية. الموقع الثالث موقع الإمام في الدائرة الإنسانية. يعني مع غض النظر عن الدائرة الأولى ومع غض النظر عن الدائرة الثانية، الإمام صلوات الله عليه للذين عرفوه يشكل ولو بعض المعرفة. مع الأسف الإمام الصادق صلوات الله عليه لم يعرف في العالم، لأن أكو هنالك قوى تحول دون أن يعرف العالم مذهب أهل البيت، ما يردون أن يعرف هذا المذهب، قوى تعمل بكل قوة ولكن هذا المقدار الذي تسرب من نور الإمام. العلماء الذين عرفوا الإمام اطلعوا على شيء من عظمة الإمام. علماء الغرب، علماء الشرق وقفوا مذهولين أمام الإمام الصادق. هذا لا يشكل نابغة فقط، النوابغ يتقدمون على عصورهم بسنة بسنتين 10 سنوات 50 سنة، إذا تبالغ 100 عام، ولكن إنسان يتقدم على عصره بأكثر من 1000 عام، لا في حقل واحد فقط، في حقول متنوع، في مجال الطب، في مجال الكيمياء، في مجال الفيزياء، في مجال الفلسفة، في مجال الأدب، وفي مجالات كثيرة. من هو هذا الإنسان؟ قبل أكثر من 30 عام، وبالتحديد في عام 68، يعني قبل حوالي 32 عام، مجموعة من كبار علماء الغرب وأسماءهم مذكورة، أساتذة الجامعات في أعظم بلاد العالم، اجتمعوا في ندوة لدراسة فكر الإمام الصادق صلوات الله عليه، ويقولون الكتاب موجود مطبوع باللغة الفرنسية وباللغة الفارسية وباللغة العربية، كتاب موجود، الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب. يقولون هذا رجل غير طبيعي. الشيعة يعتقدون أنه كان عنده علم لدني، ولكن إحنا ما عندنا تفسير لهذا الإنسان، لهذه الظاهرة. الشيعة يقولون كان متصل بالله، بعلم الغيب، إحنا ما عندنا تفسير لهذه الظاهرة. ويذكرون في هذا الكتاب كيف أن الإمام الصادق
صلوات الله وسلامه عليه سبق عصره بأكثر من 1000 عام، 5000 عام أو أكثر. العلماء كانوا يعتقدون بالعناصر 4، هذا مثال بسيط، وكانوا يعتقدون أن هذه العناصر كلها بسيطة: الماء، التراب، الهواء، النار. نظرية العناصر 4 معروفة، ولكن بعد ألوف السنوات جاء عالم من علماء الغرب، العالم المعروف الذي يقال له أبو الكيمياء الحديثة، واستطاع أن يثبت أن الهواء مركب، مو بسيط، واستطاع أن يحلل هذا الهواء إلى أجزائه الأصلية ويشرح دور هذه الأجزاء في هذا الكون. تعلمون شنو كان مصير هذا العالم في الغرب؟ هذا العالم أخذوه ووضعوه تحت المقصلة وقطعوا رأسه في عام 1794 ميلادية، قبل 206 سنوات هذا العالم قتل في المقصلة. يقول هؤلاء العلماء: ولكن لأكثر من 1000 عام كان هنالك رجل خارق للعادة قال بأن الهواء مركب وشرح العناصر التي يتألف منها الهواء، وهذا الرجل هو جعفر بن محمد الصادق. صلوات الله وسلامه عليه. هذا مو كلام واحد يؤمن بالإمامة، لا، رجل غربي لا يؤمن بالإمامة ولا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن هو هذا المقدار الذي عرف من شخصية الإمام وعظمة الإمام جعلته ينبهر بهذا الإمام العظيم. حقيقة هذه مفاخر. الآخرين ما عندهم، أبو حنيفة ما عنده، مهما الموقع اللي عنده أبو حنيفة، الآخرين ما عندهم، يجب أن يعترفوا بذلك، اعترفوا أو ما اعترفوا، أبو حنيفة عنده مجموعة من المعلومات الفقهية، هذا هو. هواية تقول إلى مجموعة من المعلومات الأصولية والروائية، مو أكثر من هذا، حتى أصحابه لا يدعون له أكثر من ذلك، ما عنده. هذا اللي عنده، الحق اللي عنده، ما أخذ من الإمام الصادق. الشافعي ما عنده، أحمد بن حنبل ما عنده، هذا مو تهجم، هذه حقيقة، هم يعترفون بذلك. الذين تميزوا كانوا أئمة أهل البيت، مو تميزوا في الفقه والأصول والعقائد، لا، وإنما تميزوا في كل الأبعاد، في كل الأبعاد، حتى في أدق القضايا الطبية الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يتحدثون، مثل طبيب بل فوق طبيب.
لأن هذه المعلومات ما كانت في ذلك الوقت. مثل أبو، بعض الناس يقولون ليش الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يتحدثون في هذه المجالات؟ هذا إلى أجوبة، من جملة الأجوبة، مثل أبو شفيق على أبنائه، عندما ابن قاعد على المائدة يقول لا تأكل هذا الطعام، هذا الطعام يضرك، كل هذا الشيء، هذا الشيء ينفع. أب شفيق. النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت كانوا هكذا مع الأم. حتى الإمام صلوات الله عليه في تفصيل يقول الأم، راجعوا تفصيله في هذا الكتاب، وسبق الإمام الدنيا كلها بأكثر من 1000 عام. يقول الأم عندما ترضع طفلها طبقا لما يقول هذا الكتاب، لتضع وليدها على الجانب الأيسر لا الجانب الأيمن. سئل الشافعي، الشافعي اللي هو أحد المذاهب، أين نضع الطفل؟ الشافعي ولد بعد وفاة الإمام الصادق بعامين، أين نضع الطفل؟ قال ماكو فرق، ضعوه على الجانب الأيمن أو الأيسر، لأن كان شيء كما ينقل هذا الكتاب معروف عن الإمام أنه ضعوه على الجانب الأيسر. قال لا ماكو فرق. الشافعي كان يقول بعد أكثر من 1000 عام المعهد التابع للجامعة الكذائية التي يذكرها في هذا الكتاب اكتشف سر ما قاله الإمام صلوات الله عليه. الطفل يأنس بذلك، يرتاح إلى ذلك، لأن الطفل عندما كان في رحم الأم كان يسمع ضربات قلب الأم. الأم عندما تخليه على الجانب الأيسر يسمع هذه الضربات ويرتاح لذلك ويأنس بذلك. حتى بهذا المقدار الطفل لا يعاني بهذا المقدار. هذا مثل الأب الشفيق الذي يبين لأولاده مصالحهم ومفاسدهم. هذا الموقع الثالث، موقع الإمام صلوات الله عليه في الدائرة الإنسانية. أما الموقع الأخير في حديثنا فهو موقع الإمام في الدائرة الكونية. الإمام له موقع، وهذا الموقع أختصر أن الإمام صلوات الله عليه يقع ضمن الدائرة الغيبية التي تتحكم بإذن الله تعالى في معادلات عالم الطبيعة. الإمام يقع ضمن الدائرة الغيبية التي تتحكم بإذن الله في المعادلات الطبيعية. وهذا الذين عرفوا الإمام، هذا يحتاج إلى معرفة حقيقة، الذين عرفوا الإمام في حياته بهذه الصفة كانوا يلجؤون إلى الإمام. في الكافي هنالك روايات، تلك المرأة التي لجأت إلى الإمام صلوات الله عليه في قضية، وقضايا كثيرة في الكافي مذكورة، في البحار مذكورة، في مدينة المعاجز مذكورة، عرفوا الإمام. هذا لا يختص بحياة الإمام، لا، حتى بعد وفاة الإمام. الإمام ما عنده حي وميت. الآن أيضا بإمكاننا أن نلجأ إلى الإمام
وأن نستمد من الإمام، هذا يحتاج إلى معرفة. إذا واحد شاف أن اتجاهه إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أهل البيت قليل، هذا دليل على ضعف معرفته بموقع الأئمة، بمكانة الأئمة. نذكر النماذج التاريخية كثيرة، ماكو مجال لذكرها، ولكن نكتفي بذكر نموذج معاصر، وهذا النموذج للمرجع الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه، هذا العالم الكبير الذي توفي قبل سنوات في عام 1414، توفي هذا العالم يعني قبل 6 سنوات. هذا ابتلي بمرض خطير، والأطباء حذروه وبينوا له خطورة هذا المرض. هو السيد له قضايا كثيرة متعددة، وهذه القضايا تدل على أنه كان له اعتقاد شديد بأهل البيت ولجوء وثيق إلى أهل البيت. في تلك الليلة يتوسل بالإمام الصادق صلوات الله عليه ويقول أنه إذا شوفيت من هذا المرض الخطير أنا أنذر. وهذا النذر شيء جيد، واحد ينذر للأئمة في مشاكله، في حاجاته، في قضاياه، أنا أنذر أن أكتب موسوعة فقهية كاملة في فقه أهل البيت، في فقهكم. ينام تلك الليلة بعد هذا التوسل بالإمام الصادق، ويستيقظ من المنام وليس به شيء. أي شيء ما الطبيب عندما يأتي إليه، الطبيب مذكور اسمه، طبيب معروف، يتعجب يقول هذا لا يحل بالمعادلات الطبيعية، هاي معادلة غيبية. ثم بعد ذلك يبدأ السيد السبزواري بكتابة كتابه، هذا الكتاب اللي الآن موجود في الحوزات العلمية، مهذب الأحكام، دورة فقهية في أحكام الحلال والحرام، ألفها على أثر عناية الإمام الصادق صلوات الله عليه به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي